تمرين ولا أروع. من أجمل تمارين اليوغا رح نستخدم فيها هالفلين الصغيرة والنتيجة روعة. إذا كنتوا بتعانوا من تك الأسنان وحابين تحصلوا على فك تكساس بدون أي عمل جراحي أو حقن أو فيلر ولا فرنك، جيبوها لهي وخلونا نتعلم على التمارين. التمارين مثل ما خبرتكم كتير بسيطة ورح تحصلوا على تحديد لفك تكساس. أنا حطيت كذا تمرين لكن هذا التمرين هو الأسهل وأكثر أماناً إذا كنا نحن رح نطبقه للصغار. خلونا نتعرف على أول تمرين. رح نعلق الفلينة بالأسنان ونطبق هالتمرينين. منطبق التمرين 10 مرات. ننتقل على التمرين الثاني. نجي على التمرين الثاني بذات الوضعية، رح نثبتها بين الأسنان ونحرك على اليمين وعلى اليسار. كمان منطبقها 10 مرات. مع التمارين رح تحسوا انه شكل الفك تحدد وصار احلى، وكثير من الصبايا خبروني انه عم يطبقوا التمارين وعم بيكون عندهم تحديد الفك بشكل رائع، لكن عم يقولوا لي انه نحن ايمت منوقف التمارين؟ لما نحن منحصل على النتيجه اللي بدنا اياها منوقف التمارين، لكن اذا كان هلا ظهر معنا بدنا نثبته فلازم نعيد شوية تمارين، يعني نبقى شوية زيادة نطبقها حتى يتعظم هون ويعطيني الشكل الجديد، لكن النتيجة لا عودة نحو الخلف، يعني النتيجة رح نحصل لها ما بنقدر نرجع فيها مثل الأول. فخذوا قراركم قبل تطبيق التمرين. صبية عم بتقلي السلام عليكم، أنا جربت تمرين الأذن والله رهيب، كنت أعاني من الأرق والآن أحسن بكتير بعد هذا التمرين. الله يجازيك بالخير واجعلها في ميزان حسناتك حبيبتي، سني 58. اليوغا ما بدها عمر، بأي عمر فينا نطبق التمارين، لكن الالتزام، الترطيب، العناية حتى نحصل على النتيجة اللي بدنا اياها. تمرين الاذن اللي ما سمعتوا فيه هو كتير مريح للجسم، قلت لكم بهذه الحركات البسيطة نحفز كل العضلات اللي موجودة بالجسم، وكل انسان بيكون في عنده قصص تختلف عن الانسان الثاني. خبرونا بنتائج التمارين حتى نتشاركها مع بعض، وما تنسوني من كومنت حلو ولايك وشير، واللي بيحب يستشيرني فيكم تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي. تقدروا تحجزوا موعد مباشرة عبر الواتس أب. فيكم تتمتعوا بالمنتجات اللي أنا عم سوقها بمتجر أناقة أنثى أمريكا فرنسا ومتجرنا الحلو بالسعودية. بتشكركم وانطروني بالفيديو القادم.